السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا أصدقاء؟ النهاردة احنا متجمعين كلنا هنعمل فيديو سطب معنا إياد، زيزو، لولي، إسلام، أحمد، ياسين. احنا الأصدقاء. مش عارفة أقول إيه والله. أصل بيتنا القديم يا جماعة، بيتنا القديم كان السرير على قد السرير ضعيف، مش بنعرف ننط. بس أنا أعمل وأنا عايزة أنط. ده بيعرف ينط أصدقائي، ده عامل شبه رينجا. ماشي يا أحمد، ماشي يا أحمد، عامل شبه رينجا. أوسع بعد الرينجا. ولا ده أنت رينجا رينجا. والله شبه رينجا. يا ابن اسكت بقى، اسكت بقى، اسكت أنت. أنت بتحاول تنط من غير تحط رجلك على الأرض. حط رجلي على الأرض. أه حلو. أوب. حلو دي. انا اصلا مش بعرف انطها. وانا مش بعرف انطها. انتوا شفتوا الفيديو لما عملنا فيها الهمبرجر؟ يلا نط يا عم، ما بتعرفش تغوص. طب نط كده يا عم. غوص انت شفت بتتفرج يا اصلا. شكرا يا عم. بص بص عشان كده حابسينه يا ماما. طلعي الواد ده بره، طلعي ده. Yeah.
فيش ما فيش كرتونه ولا تقطيع ولا اي حاجه ولا ده انت بتتنور عليا بقى. ده فشل الالعاب والتنطيط والاكل الاندومي. اه ما تجربوا على تاكلوا الاندومي كوبايه ليه ما تاكلوا الطبق. لا حاول تاكلوا كوبايه في احنا بنجيب كوبايه ونحط في طبعا طبعا اياد ماشي صاحبنا وزيزو وعلي والنهارده كان يوم جميل جدا. سلام يا اصدقائي وياكم انتوا كمان تبقى صحابنا صحابنا عشان نبقى صحاب اكتر. سلام هنشوفكم في فيديو جديد. باي باي.